حياكم الله متابعي تربية الأغنام في تركيا. طبعا هذا الدب هجم على الغنم اليوم بالليل، ضرب واحد من الشلاب عطبه. طبعا كل شوي يدحق علي، أحسه لما يحترف علي أحسه يقول لي راجع لك. طبعا أنا كنت متشسع ما كنت نايم، الساعة 11 ونص تقريبا شفلت الغنم. لما شفلت الغنم ضربت البيل، يعني مع ضربه البيل هجمن عليه كلاب واقف، يعني ما راح ولا على مكان. اول كلب جاء بلش بيخبط، طبعا شلون بلش باول كلب خبط كلاب هذا اني كنا طفشن، وانا ما قدرت اصور بهذاك الوقت. الصراحه خايف على حالي وخايف على الحلال اللي عندي، ف ضربته 5 فشقات تقريبا. طبعا ما اضربه صيب لانه لو اذيته الدب، لو اذيته وما ذبحته راح يذبحه، فخفت اني ما اقدر اذبحه ويذبحني، فما ضربته عصايب. طفش مثل ما جاء تشوفون، بس كل شوي يحترف علي، احسه يقول لي راجع لك، طول بالك راجع لك. فحرام الكلب تشوهه، يعني ان شاء الله بس انه ما يموت الكلب. هاي الغنم بعد ما بعد الحادث، يعني شفت عينكم خايفة. طبعا الدب راح ما عاد يبين، ولكن وضعي قلبي مو مطمن، احسه راجع لي. هذا الصبح بعد ما طلعت الشمس والحمد لله رب العالمين الدب ما رجع، لكن هذا الكلب اللي اعطبه الذيب، اعطبه الذيب اقول اعطبه الدب. يعني انتو لو بس واحد، لو بس شايفين الموقف لما انه يخبط الكلب، يعني يعني ازلمه يظل واقف على رجلينه. شوفوا بكل مكان، طبعا ما يمسكوا او يعضوا او كذا، لا خبط خبط بدينه يخبطوا. بس والله انا لما خبطه قلت خلاص راح الكلب، بس ان شاء الله انه ما يموت. طبعا هذا احسن كلب عندي اللي هو شرو. شرو افضل كلب. يعني كلاب هذني صحيح انه احسن منه بالشكل والمنظر، ولكن هذا اشرس واحد. يعني هو الوحيد اللي تجرأ انه يروح يصل للدب، هو طب الدب اول واحد فشله نصيبه. وهاي الغنم، طبعا الغنم تخاف خوف مو طبيعي، يعني بس خافت تبهدل الراعي حتى يروح الخوف من قلوبها، تظل ملتمة هيش دائما. بس أصبحنا على يوم جميل، يعني يوم جميل جميل للغاية، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كان فيديونا اليوم، إن شاء الله يكون أعجبكم. لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ودائما القادم أجمل إن شاء الله.